ماشي مراحش سهله. احنا كما يقول لك اليسما فريق كبير ومؤلف بلي ماتش هذا صعب. احنا ان شاء الله نجوزوها مليح ونديروا الشيء اللي علينا وربي يوفقنا ان شاء الله باش نجيبوا لا كاليفيكاسيون تما ان شاء الله. اي راح يكون ماتش صعيب هذا بدون شك. اه جو بونس لا فولونتي تاع لي جوار وتاع لي سيبورتور هي اللي راح دير لا ديفيرونس سول تيران. نعرفوا حنا بلي لي زيكيب ايجيبسيان يعرفوا يلعبوا اون بلوك. احنا ان شاء الله نكونوا على اوتور باش نتكاليفيو باذن الله. سوي سي كلير كما جيت اون بار دومان avec le moral vu qu'on a on a on a gagné aujourd'hui. باش راح تكون مشابه راح تكون عكس المباراه اللي راح نلعبوها ضد البورسعيد المصري اللي عندهم اني قلت لك من الجانب الدفاعي الاندفاع البدني فريق قوي ومحترم يعني بقات الاداء لو كان يكون 60% مثل اداء الشوط الاول يعني في هذه المباراه راح نفوزوا بنتيجة معتبرة على فريق البورسعيدي وهذا ما نتمناه وهدفنا الأول والأخير هو التتويج بكأس إفريقيا.